أهلا وسهلا، حياكم الله من جديد في فيديو جديد وفائدة جدا قيمة بخصوص علاج مرض البواسير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. اليوم جبت لكم هذه العشبة، عشبة المريمية، جدا رائعة، بس تاخدوها ناشفة. عشبة المريمية ناشفة، لونها رصاصي، لما تكون خضراء لسه طازة يكون أوراقها مرة خضراء. لا، أنا أحتاجها مجففة ناشفة عشان نطحنها. هذا اللون الرائع، ريحتها جدا عطرة، هي أكيد بتعالج أشياء كثيرة وتنظم هرمونات يحتاجها النساء لأشياء كثيرة، وتعالج الاكتئاب وتقوي الذاكرة. بس اليوم راح نستغلها في وصفة علاج البواسير. كيف نعالج البواسير؟ نحط أوراق المريمية في ماء مغلي، بعد ما نطحن العشبة نأخذ منها 4 ملاعق كبيرة في لتر من الماء المغلي، طيب، ونخلط كل شيء مع بعض. يحاول المريض يغسل بيها أو يعمل حمام ويجلس عليها، طيب، يجلس عليها. المنقوع حق العشبة احنا راح ناخد بس الموية، بس العشبة لما تتبلل الباقي منها نحطه في ضمادات، زي ما راح تشوفوا في الصورة الطريقة. المبلل نحطه في ضمادات ونحاول نخليه في مكان حار، يعني هو سخن، ونحاول نحطها على مكان الألم، على المكان المتضرر، ونلبس عليه ونغطي أنفسنا فترة، نحاول نتحمل شوية. بعد فترة وجيزة ما شاء الله تبارك الرحمن يروح الألم ويروح كل شيء. بس لا تنسوا نفس الفترة اللي أنتوا بتسووا هذه العشبة كغسول أو كالحمام دافئ وتجلسون عليه وبتعالجون بطريقة الضمادات، لازم تشربوا منها. اللي عنده مشكلة في الأمعاء أو في المعدة، عنده ألام أو حرقة أو التهاب في المعدة، لا يشربها على بطن فاضي، لأنها راح تزيد تهيج المعدة. فلازم بعد ما تاكلون تكونوا شوية مليان المعدة، تحاولوا تشربوا منها وتستفيدوا من العصارة فقط. تغلون شوية وتشربون ملعقة واحدة للشرب، كأس واحدة نشرب منها، بس اللتر ونحطه عليه 4 ملاعق، هذه رح نحطها على أساس حمام. وإن شاء الله إن شاء الله بحول الواحد الأحد رح يختفي الألم. كرروا العملية إن احتجتوا على حسب حالة الشخص المصاب. الله يشفي الجميع، أشوفكم بفيديو جديد، لا تنسوا تشجعوني بلايكات، أحبكم في الله، مع السلامة.